صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا اللي بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حياتي. صباح النور يا هان. صباح النور مشاهدينا الكرام. باذن الله يوم جميل وزي الفل. شايفين شويه شمس حلوين مع نسمه هواء حلوه بتداعب الشمس، والقعده حلوه بصراحه والشمس حلوه. عندنا مواضيع كثيره هنتكلم فيها النهارده. عندنا يمكن في الانترو هنتكلم في ثلاث مواضيع. خلونا ناخد هنبدأ بمعرض الكتاب، واعتقد انه معرض الكتاب من اهم الاحداث الثقافيه اللي بتحصل على ارض مصر. واحنا طبعا يعني دي الدوره رقم 49، كل سنه بيبقى فيه جديد. الحقيقه انه مهم جدا ان كلنا نبقى حريصين على حضور فعاليات معرض الكتاب، وخاصه ان هو بيستمر مده طويله جدا. الافتتاح هيبقى من 27 يناير وهيستمر لغايه 10 فبراير، واعتقد فرصه جيده لكل الاهالي والاسر والشباب ان هم يزوروا معرض الكتاب. عايزين نرجع تاني للكتب يا جماعه، جنب يعني الحاجات اللي على الانترنت وعلى الموبايل فونز والكمبيوتر، نمسك الكتاب ونعلم ولادنا برضو ازاي يحبوا يمسكوا الكتاب الورقي ويفتحوه ويشموا ريحه الكتاب والورق نفسه، ويحط الـ 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 العلامه اللي بيعلم بيها انا وصلت لغايه صفحه 4 مثلا، بكره هكمل. زمان الحبيبه بيحط ورده، كان ده زمان. معرفش دلوقتي بيعملوا ايه. المهم عايزين ولادنا دايما يرجعوا للحاجات الحلوه دي، عشان ده تراث وثقافه. وفي نفس الوقت لما بتمسك حاجه في ايدك كده غير لما بتقرا حاجه مش موجوده قدامك، بيبقى ليها طعم تاني وريحه واجواء بتبقى ممتعه اكتر. يعني طبعا طبعا الحقيقه انه يعني القرايه دي يعني من سمات الشعوب المتحضره. في كل مكان بره تلاقي الناس بيستغلوا وقتهم ويستثمروا وقتهم في القرايه. تلاقي الناس قاعده في الاتوبيس ماسكه كتاب بتقرا فيه، في المترو نفس الحكايه. فرصة القراية وتنوع القراية وانك يعني تبقى شغوف بانك تعرف حاجات كتيرة دي مهمة جدا. واعتقد انه معرض الكتاب بيوفر فرصة كويسة جدا لكل الناس اللي بتهوى القراية واللي ناوية تبدأ سنة جديدة بان هي تتبنى فكرة او عادة القراية في حياتها. هتلاقي كتب في كل المجالات، اقسام كتيرة جدا وكتب متنوعة من كل مكان في العالم، وكتاب من كل حتة في العالم هتلاقي كتبهم موجودة في معرض الكتاب. البعض ممكن يقول ان الكتب ممكن تكون غالية، كمان في سور الأزبكية في معرض الكتاب، وطبعا يعني ناس كتيرة تربت على كتب سور الأزبكية وبتلاقيها بسعر جيد جدا ورخيص جدا وفي متناول الجميع. فاعتقد انها فرصة كويسة. طبعا انا سامع كمان ان في كتب هتبقى مجانا، هتوزع مجانا بعض الكتب. ده انا كنت لسه قاريها على الفيسبوك الصبح. بعض الاحيان لما بتدور في الكتب الموجودة في سور الأزبكية بتلاقي كتب نادرة جدا وقديمة. والورق بتاعها من كتر ما هو قديم اصفر، تراث. يعني تاريخ برضه، حاجة جميلة. عايزين نقول ان الجزائر هي ضيف الشرف، وشعار هذا العام القوى الناعمة واهميتها. القوى الناعمة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. لو اتكلمنا فيها، احنا بنحارب ارهاب، فالارهاب ده انت بتحاربه امنيا، بتحاربه فكريا، بتحاربه يعني الدولة بتحارب واحنا كمان بنحارب. المجتمع المدني مهم جدا، والقوى الناعمة سواء في الأزهر الشريف أو الكنيسة أو الرياضة أو الفن أو كل المجالات مهمة جدا 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 إن احنا نتحرك. لو اتكلمنا على القوى الناعمة في أفريقيا مهمة جدا، أنت خلال القوى الناعمة بتاعتك بتتوغل في القارة، الشعوب بتتلاقى، الرياضة ملتقى يعني الشعوب، الحضارات كلها بتتكلم مع بعض بالفن بالرياضة بالقوى الناعمة. فأهمية القوى الناعمة مهمة جدا، خصوصا لما بيكون عندنا قضية كبيرة زي قضية الإرهاب، وهي قضية عالمية. بتكلم على مستوى العالم كله مش في مصر بس. طبعا، واعتقد انه يعني مصر كانت من اوائل الدول اللي اهتمت جدا بفكرة القوى الناعمة ونشر الثقافة المصرية، وفي نفس الوقت كمان اللهجة المصرية في عدد من دول يعني دول الشرق الاوسط كلها عارفين اللهجه المصريه من افلامنا ومن اغانينا ومن القوى الناعمه اللي انتشرت في كل مكان. فالحقيقه ان دور القائمين على الثقافه ان هم يرجعوا مره ثانيه بالدور الحضاري اللي بتلعب به الثقافه المصريه في الارتقاء بالشعوب، وده دورنا كلنا، اعلام ووزاره ثقافه وشعب ومجتمع مدني، كلنا لازم نشتغل على فكره الثقافة ونشر الثقافة في المجتمع المصري. على ذكر الموضوع، مجموعة شباب فكروا ان هم كمان يقدموا عروض مسرحية في الشارع، واعتقد ان دي فكرة جديدة. جديدة لانج وحلو على فكرة، لقيت اقبال جامد جدا، كان في ناس كتير قوي اتجمعت. وكانوا بيعملوا عرض حسب الله 17 اللي هو حفيد عبد السلام النابلسي. كان يعني يمكن الصور قدامنا شايفين ناس يعني مبسوطين ازاي. هي عرض مجاني في الشارع بيقول للناس، بيقدم فن راقي، فن جميل، بيرجع تاني دور اهميه الثقافه برضه يا هند، ان احنا الناس تتفرج وتعرف وتشوف
ده نوع من انواع محاربه الارهاب والفكر المتطرف لما نبتدي نعمل حاجه هو زي كده. أبينا كل حاجه موجوده، بس انت بتقول ايه من خلال اللي انت بتقدمه. مهم جدا. يعني في فتره لقينا انه مثلا الاغاني الشعبيه او يعني اغاني المهرجانات هي اللي كانت ظاهره جدا على الساحه، لقيت الاولاد الصغيرين بيقلدوا او بيرددوا الاغاني بالريتم بتاعها بالنغمه بتاعتها بطريقه الرقص اللي بيرقصوا بيها، وللاسف ما كانش فيها قيم اخلاقيه عاليه مقارنة بالأغنية الشعبية اللي مثلا كلنا تربينا عليها وسمعناها، اللي بتتكلم في الغزل الجميل واللي بتتكلم على الطبيعة الحلوة وجمال بلدنا الأقصر بلدنا. في فرق ما بين الحاجتين، يعني انت قدم شعبي ولكن يعني وعلى فكرة ممكن يبقى شعبي رومانسي برضو، ما حسن الأسمر وعدوية وأسامي كبيرة عاملين شعبي وحزيني بس يعني بيلمس الوجدان فعلا، ما فيهوش حاجات اللي هي البهرجه والكلام اللي هو ممكن في سلوكيات حتى ايجابيه مش سلبيه. يعني انا فاكره في اغاني كده يعني مش بقى يعني اللي بيكحط ويفحط عارف طبعا كل الناس عارفين. لا في اغاني شعبيه، اللي عايزين نقوله ان في اغاني شعبي محترمه سواء كانت حزيني او سواء كانت فرايحي، يعني اللي تستخدم في الافراح والحاجات دي، في حاجات كويسه جدا ودي ثقافه وده تراثنا يعني ما ينفعش نلغيه، لكن في نفس الوقت ما نقعدش بقى فحر ومحر والكلام اللي هو ابن المنشأة بقى فاتح صدره ماشي يكحت والكلام ده ملوش لازمه. يعني خلينا نرجع تاني لدورنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي اتربينا عليها. فانا اعتقد ان الموضوع المسرح اللي في الشارع ده مهم جدا والجميل كمان التامين اللي ليه، ما هو لازم يتامنوا برضه يعني طبعا. فطبعا اكيد الشرطه كان ليها دور ان هي تامن المكان وتامن هم الاثنين اللي عملوا العرض ده حسب الله 17 حاجه. هو عرض لطيف جدا، يعني في فرصه للناس كلها انها تحضره وتروح تتفرج عليه. هو في الشارع فين تحديدا؟ في ممر بهلر اللي هو متفرع من شارع قصر النيل وشارع طلعت حرب في وسط البلد. العرض هيكون هو كان 13 مش عارفين لسه، هنحاول نتواصل معاهم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي معاهم لو هيكملوا، بس هي الفكره حلوه يا جماعه نبتدي. يعني دايما المشروع الكبير يبتدي بفكره صغيره، دي فكره جميله جدا. واللي عجبني كمان اكتر ان هم لما كانوا بيعملوا دعايه للعرض المسرحي بيقول انزل بدري شويه واتفرج على جمال وسط البلد، لان وسط البلد فعلا رجع لها الرونق بتاعها مره تانية. المباني كلها اتدهنت، بقى فيه شكل حضاري جدا في وسط البلد، واعتقد اللي بيمر من الشوارع او بينزل يعني يقعد في القهاوي في وسط البلد او يروح المحلات هيلاقي ان الوضع اختلف تماما عن زمان. بقى فيه ممشى الناس تقدر تمشي فيه وتقعد فيه. وشفت كمان على فكره فكره كانت لطيفه قوي على في السوشيال ميديا على فيسبوك، مجموعه عملوا زي مكتبه عامه الناس بتحط فيها الكتب، واعتقد ده في وسط البلد بتحط فيها الكتب، اي كتاب انت مش يعني خلاص قريته واستوفيته وكده ممكن تحطه في المكتبه حد غيرك يستفيد بيه. الفكره انه الناس في ناس جت اخذت الكتب والناس رجعوا مالوها تاني. فطبعا دي برضو دعوه حلوه قوي للقرايه وللثقافه وانك تروح وسط البلد تشوف بقى فيها ايه جديد. هي الفكره دي حلوه، ما تيجي نعرضها على المترو ليه لا؟ يا ريت. انا عايز اكلمك حاجه في المترو بقى، وانا انت عارفه ان انا يعني بركن العربيه وباخد المترو رايح جاي، انا في قمه سعادتي عشان حاجتين. اولا السكه بتختصر الوقت جامد جدا، وفي نفس الوقت إيه؟ 25 دقيقه من مصر جيده لهنا، ابقى في العتبه وبنزل هنا. والمتعه ان انت طول ما انت ماشيه مصر جميله مصر جميله مصر، يعني كلام حلو، يعني تحس ان انا بنبسط جدا وبفرح قوي، بحس ان ده تكريم جامد قوي لبرنامجنا يعني. طبعا. الحاجه الثانيه ان في ملاحظه، هي على فكره قبل الملاحظه، ليه ما يتعملش مكتبه في المترو تتحط ويتحط كتب، كل واحد اللي عنده كتب زياده مش عايزها يحطها، انا هاخد الكتاب ده النهارده اقراه وبكره احطها في كل محطه ممكن تحط كده، وحتى ممكن لو مش هترجعه في محطته تحطه في المحطه اللي بعدها وتفضل تمشي. الموضوع ده يمشي على المحطات طبعا. كلها، لان قدامك فرصه حوالي على الاقل ربع ساعه 10 دقائق راكب مترو، فما اقعد اقرا. انا بشوف ناس يا اما مشغلين قران او بيقروا قران على الموبايل او ماسكين القران نفسه بيقروا او ماسكين كتب او جرايد وعمالين بيقروا، ودي حاجه مهمه جدا عشان نرجع تاني ثقافه القرايه، ودي مهمه. وعلى علم ثلاث ارباعهم شباب مش كبار بس في السن، يعني اللي بيقرا شباب، وانا ببقى بفرح قوي من الحاجات دي طبعا. الملحوظه بقى اللي عايز اقولها لك ان انا بقالي فتره عايز اتكلم في الموضوع ده، بس كنت مستني ان انا اصور الموضوع بس ما لحقتش اصور. كل مره الاقي ناس كتير واقفه قدام ايه بقى شبابيك التذاكر بتاعه المترو. نيبال، دوله نيبال عامله اعلان رسمي، سفاره دوله نيبال عامله اعلان رسمي لنيبال، قايله ايه بقى؟ حاطين علامه يعني اللي هم واخدين باك جراوند زرقاء كده جميله، وحاطينها مقسمينها على الشبابيك، الحيوانات في نيبال، المحميات الطبيعيه في نيبال، الاستثمار في نيبال، مش عارف الاقتصاد في نيبال، السياحه في نيبال، كيف تستثمر وقتك في نيبال. يعني
منظومه يعني اعلانيه دعائيه هايلة لبلدهم. بصراحة. يعني انا اتوقع لو احنا هم اصلهم يعني الماركتنج ده علم، هي هم عارفين انهم منقيين كام محطه معينه، عارفين اللي فيها كام تكدس. حد بيخش وبيشوف. انا مجرد ان انا شفت الاعلان ده وجيت اتكلمت عنه، هو خلاص كسب، حقق الغرض قال اللي هو بتاعه. عايزه، قال لك انا بلدي جميله وهو. فانا هل احنا بنعمل كده بره؟ طب ما ها ايه، ما دي فكره صغنونه ايه بربع جنيه معديه كده حلوه جدا، ما نعملها. اكيد انا عارف ان يعني هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه قايمين بدور كبير، لكن برضو احنا بنطرح افكار اللي بنشوفها، والافكار اللي عندنا بنقولها، مش احنا بس، انا وانت ومحمد واحمد وجورج يعني كل الناس بتطرح الافكار دي، وعلى وعسى تساعد يعني. رائعه يعني، فكره بسيطه جدا واكيد مش مكلفه قوي يعني، يمكن بس التكلفه بتاعتها حق الانتفاع او حق الايجار بتاع المكان اللي هم حاطين فيه الاعلان بتاعهم، وبروشور حلوه او يعني باك جراوند لطيف، وبتروج فيه للسياحه لبلدك. ان شاء الله بنتمنى يعني ان الفكره دي نقدر ان احنا نستثمرها ونستفيد منها، ويبقى في اعلانات لمصر وجمال مصر والسياحه في مصر والاستثمار في مصر في عدد من محطات المترو في دول العالم، وخاصه الدول اللي احنا يعني ما بيننا وما بينها صداقات كبيره ومنفعه كبيره. وطبعا ممكن وهم كثير الموضوع الحمد لله، وهم كثير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب نخش في فقراتنا بقى عشان عبير هتموتنا. اتفضل. طيب احنا طبعا السنه دي بنحتفل بمرور 66 عام على الشرطه المصريه وعيدها 66، وطبعا ما نقدرش ننكر جهود الشرطه في الحفاظ على الامن في هذه الحقبه من الزمن او الفتره من الزمن دوت، خصوصا ان احنا بنحارب الارهاب داخليا وخارجيا، والشرطه ليها دور كبير جدا. ما فيش بيت في مصر بيخلو من فرد من الشرطه او من القوات المسلحه، او يعني عيله ما بتخلاش منها، كلهم اخواتنا وكلهم قرايبنا وكلهم ولادنا وكلهم اولياء امورنا، وبيقوموا بدور يعني احنا بنبقى يمكن نايمين في السرير في عز التلج متدفيين، وهم واقفين بيحاربوا او بيحموا الوطن في عز التلج في الصبح في عز الحر في الشمس. فطبعا كل التحيه والتقدير لجهاز الشرطه ولوزاره الداخليه ورجال الشرطه اللي بيحموا كل شبر وكل سنتي مع القوات المسلحه في جمهوريه مصر العربيه. بكرة رسميا أجازة في الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 66، والنهاردة فرصة ان احنا نتكلم مع حضراتكم اكتر على بطولات الشرطة على مر العصور، وهيكون لنا لقاء مع سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية سابقا، هنتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن دور الشرطة في تحقيق الامن على ارض الوطن، وفي نفس الوقت كمان المجهودات والتضحيات اللي قامت بيها الشرطة بشكل كبير قوي على مر العصور. دي حاجة برضو هنخش، برضو هيبقى الموضوع التاني ريليتد للشرطة برضو، معركة الإسماعيلية سنة 1952 ملحمة نضال، هنتكلم على تاريخ بقى الشرطة. إذا كنا بنتكلم على النهاردة الشرطة بتعمل إيه، لا هي كانت بتعمل إيه من زمان لغاية النهاردة. هيكون معانا هو ده سبب احتفالنا في 25 يناير بعيد الشرطة، هنعرف تفاصيل أكتر من خلال بقى الضيف. ضيفنا الكريم مهندس وائل جمال، اخصائي ترميم المقتنيات الاثريه بقصور رئاسه الجمهوريه، ومنتدب للعمل في دائره ترميم متاحف القاهره الكبرى، وموثق متحف الشرطه، اللي هنتكلم يمكن عنه ونشوف اكتر الحاجات المعروضه في هذه القاعه او هذا المتحف. نطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميل.